كان أصعب اجتياح الاجتياح الثالث اللي مرينا فيه هذه المرة. طبعا أنا كنت في المدرسة لحظة الاجتياح هذا، قعدت 20 يوم وأنا صامت في الشمال ما طلعتش. أجوا على المدرسة، نزل كواد كابتر قال للناس اطلعوا، إحنا رفضنا نطلع، خبطوا المدرسة، سقط فيها حوالي 40 شهيد في المدرسة. طلعنا الناس طلعت مرة واحدة كليتها على شقة إيش؟ المعسكر على صلاح الدين كليتهم، لكن أنا ما طلعتش، طلعت على مشروع بيت لاهية. بعد 21 22 يوم وأنا في مشروع بيت لاهية اشتد علينا الحصار، طبعا ما وجدتش مي هناك، ما وجدناش شيء أكل، محاصرين حوالي 22 يوم. بعد 22 يوم اشتد علينا القذايف، أجبرونا اليهود إننا نطلع مرة واحدة. طلعت أنا من مشروع بيت لاهية، نزحت من المشروع، أنا ما نزحتش غصب عنا، طلعونا يعني هم بالغصب طلعونا من المكان. طلعنا مس الكويت، كانوا الجنود موجودين وين؟ في مدرسة الكويت على الدبابات، كانوا زاقوا علينا بالميكروفونات، خمسة خمسة يطلع وين؟ على كاميرا التصوير. طبعاً أنا مرينا على كاميرا التصوير زي جوال معهم، معهم جوالات. بتقرب على الجوال بيصورك صورة زي هيك، وبعد ما يصورك بقول لك اقعد في الجورة، طبعاً الجورة فيها يمكن 1000 نفر. كان اليهود يفرزوا شقة جورة هنا وجورة هنا، طبعاً احنا ايش؟ كنا قاعدين في الجورة الأولى، في الجورة الثانية ناس كانوا مشلحين مواعينهم اللي بدهم اياهم وحاطينه في الشمس. قعدنا حوالي يمكن 7 ساعات 8 ساعات واحنا في الجوره هذه موجودين فيها. بعد 7 ساعات لما بيزعق عليك الاسم انك تروح على شقه الناس اللي بدهم اياهم او شقه تطلع على الجنوب. بعد 7 ساعات قالوا لي تعال يلا اطلع على الجنوب من هنا. اليوم احنا بنعيش مخيمات معاناه. يعني اليوم انا كنت عايش في شقتي، عايش في بيتي، اليوم انا عايش في خيمه أدنى مقومات الحياة ما فيش فيها، فرشة ما فيش فيها، حرام ما فيش فيه، أنا يمين على الأرض، أنا فرشت حرام ونمت فيه على الأرض. يعني اليوم في الشوب، هينا في الشوب مش قادرين نقعد في الخيام. ثاني شيء في الليل برد، مش موجود فيه حرامات ولا فرشات ولا في شيء إحنا ننام فيه. يعني وحتى الحمامات ما فيش حمامات الواحد يقضي حاجته فيها. يعني أصبحنا نعيش حياة الذل والهوان موجودة هنا في شمال غزة.